السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي، يعطيكم ألف عافية أصدقائي. نحن قبل كل شيء، قبل ما نفتح قناة، قبل ما نجي على هذا، نحن في النهاية بشر، نحن في النهاية إنسانيين، في النهاية عنا رحمة. اليوم هذا الطفل اللي مات، وائل السعود، الله يرحمه، وتعازينا لأهله ولكل الشعب السوري، لأني هذا واحد مننا. وطفل يعني ما بعرف ايش معنات هالاحداث اللي صارت في سوريا، الاحداث اللي صارت 9 سنين او اكثر. يعني الطفل يمكن مولود في تركيا او قبل مولود في سوريا. العنصرية والتحجب في العقلانية انه هذا سوري، هذا ما هو سوري. اصدقائي ما بعرف، يعني انا قناتي كثير صغيرة، بس نحن في النهاية سوريين. بتمنى يوصل هذا الفيديو لاهله، ونصل التعازي من كل الشعب السوري، لازم كل الشعب السوري يطلع، يصير هذا الطفل يعني حديث الناس كلها، لازم الكل يوصل التعازي لأهله، لحتى ما يتكرر هذا الشيء مع الأطفال السوريين اللي عم يدرسوا في المدارس التركية. يعني شو قد ما نحن حكينا، شو قد ما كذا، بضل القضاء يعني في النهاية. الطفل الله يرحمه ويصبر أهله، بس الطفل يعني انتحر بسبب العنصرية والعقلية الصعبة، انه هذا سوري مميز. وبتمنى من كل الاشخاص اللي تشوف هذا الفيديو تطلع تعزي اهل الطفل، ونعزي والده ووالدته، ونعزي كل قرايبينه. وهذا الطفل سوري، يعني ابننا واخونا، ويعني من اهلنا. التعازي لكل اهل الطفل وائل، والله يرحمه. وبتمنى يعني يصير في توعية فكرية، ما يضل في حدود انه هذا سوري وهذا ما هو سوري. ونحن في النهاية كلياتنا بشر، كلياتنا يعني عنا حس، والشعب السوري أبدا ما هو هيك، والشعب السوري أبدا أبدا ما هو هيك. يعني إيش قد ما صارت في سوريا وطلعنا، أو اللي عاشت في سوريا، الشعب السوري والله يا أصدقاء، والله الشعب السوري ما هو هيك. وهذا الطفل اللي مات، يعني أمانة في رغبة الكل إنه يطلع يحكي عنه، لحتى ما تتكرر هاي الحادثة. يعني حسب ما قرينا هلا في الاخبار، انه الطفل هذا من استاذه يعني غلطان او مزعوج، يعني من استاذ تركي. اصدقائي الكل لازم يطلع يعزي اهل هذا الطفل وهذا الحادث، حتى ما يتكرر.